السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. ثانيا، نحن كموريتاني اول دولة حاولت تحتل موريتانيا المغرب 1963، وهذا حد يرجع للتاريخ. انا ذاك اللي حاولت انها تقساك موريتانيا عن طريق تشيندوف ورفضت الجزائر ووقفت لنا وقفة راجل. هذه حقيقة مرة لقير ورقة. أنا أول دولة رفضت تعترف باستقلالنا هي المغرب. أول دولة رفضت أن ندخلوا الاتحاد الأفريقي المغرب. أول دولة رفضت أن نقودوا القمة العربية المغرب. أول دولة رفضت استضافة القمة المغرب. أول دولة لحد الساعة ما زالت تقول نحن طشرنا ترابها، وما زال الوهم جاد عليها اللي ما هو خالق، اللي نحن اللي نرجع للتاريخ لأن جمهور المغرب مأسينها موريتانيين وأرض الشناقطة المرابطون الحقيقيين اللي يرجعوا هما للتاريخ أجمل لهم، وهم يعودوا تابعين لموريتانيا، تعود موريتانيا تابعة لهم بينما قطعة تابعة لهم في يوم من الأيام. هذه حقيقة مرة، معناها أن ذو الناس ما قطرنا في موقع لو الله نعلم لا عدنا نبقوهم شنون. ذي الحقيقة بعيدا قاعدين نعودوا، ما أنا راجع التاريخ راجع لا بعد قاعد على الحاضر ولا المستقبل، لا يتوضح لنا فيهم الأطماع ويتوضح لنا فيهم ياسر مش ما نبقوا نشوفه. يا رب اللي نرجع التاريخ لين نشوفه ما قطع عدلنا قاعد علاش نبقوا. ذيك الساعة رفضت الجزائر انهم يخبطون، بدا تعرفوا انه حق، ولي خلقت احداث 89 بين موريتانيا والسنغال. تعرفوا اش قالت؟ مشات ودعمت عليك من السنغال قايله منها، قالت ان موريتانيا دولة جارة وقالت ان السنغال دولة شقيقة. معناه ان ما هم حارثين فينا شيء غير نحن، لا صحق ما وفانا نعودوا، صحق ان نبقوا لا حد ما يبقينا. ويقول لهم قاني حد بقاني نبقي المقاد في بقي ونزوز المعتاد، حد بقاني نبقي المقاد في بقي ونزوز المعتاد، وحد كرهني منه نبعاد على حالة ما هي قجرة، ونواسي المواسيني زاد ريحة حجرة ريحة حجرة، نبقوا حد ما يبقون الصحق أعبدوا من لا أعرفه. معناه أن ما فهمش ما مرفوض من الله يكون له إله، حد بعد في الدم ما يقدر تكون يتم داير بينه معهم مسافة، وإذا راهو ما عنده علاقة بالشارع المغربي ولا بالمواطنين، المواطنين نعتبروهم لا كأخبار ربيع العربي، المواطنين كاملين سيان فيهم الناس اللي صفاقة وفيهم الناس اللي لا حياة.